بن مرياح. تن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحب سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا اللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشق. أنا عندي يا مدام الطماطم هي سيكام. خبرتنا في الميدان تخلينا نكونوا متميزين، برشا شوا وبرشا موديلات تستنى فيكم. الإبداع شعارنا والإتقان مهمتنا، وكيب مختصة على ذمتكم. وهديتنا ليكم اشري سنة وخلص العام الجاي. برقاوي غيدو بيطار. الجمال الطبيعي حاجة نلوج عليها الناس الكل، وكي نقولوا جمال طبيعي ما نجم نقولوا كان بموج الطبيعي. بخبرة سنين في مجال الكوسميتيك بيو ومع خبيرة الأعشاب منيا غزيل، بموج توفر لكم دي برودوي 100% ناتورال وطبعا كي نقولوا 100% ناتورال نقولوا pH نوتر سان بارابين اي سان كونسيرفاتور. منتوجات مستخرجة من أجود أنواع الزيوت والأعشاب النادرة والطبيعية، مصنوعين بجودة وحرفية عالية ومحفوظين في أفضل الظروف باش تراعي الصحة والسلامة. بما بتعطيكم الحلول السحرية والطبيعية، زوروهم في دو بوينت فونت في تونس العاصمة، المنزه الخامس نهج الخلفاء الراشدين، وفي سوسة سهلول شارع ياسر عرفات إقامة ملكة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تشاهدوا فينا كالعادة من خلال قناة التاسعة، إن شاء الله تكونوا الناس الكل بخير وبصحة جيدة. دونك بروفيتي دي فاكونس، حاولوا اخرجوا تفرهدوا، تقص ساعات مزيان وساعتك تقلب شتوية شوية اي اون سادابت، أما نحاولوا أن نبدلوا الجو نعملوا جو مع صغيراتنا سيغتو. دونك في حلقتنا اليوم باش نتناولوا بيان سيغ وكالعادة عدة مواضيع ما تنجم كانت تهمكم وتفيدكم. اليوم باش نحكيو موضة، أما باش نحكيو اليوم على أيقونات 2022، شكون هم الليزيكون نتاع 2022، افضل اطلالاتهم طبعا باش نتناولوهم اليوم. كيف كيف باش نحكيو زاد طب تجميل زاد، اما اليوم نحسها حوصله اليوم باش نعملوا ستاتستيك بلوتو. دونك اليوم باش نحكيو على افضل واسوأ عمليات التجميل لنجوم 2022. كيف كيف بما اننا نودعوا فيها 2022 خلينا نحكيو على تاريخ، وحنا على ابواب نويل. دونك باش نحكيو على تاريخ نويل، شكون بابا نويل، كيفاش وعلاش والصحيح ما الغلط في قصة بابا نويل. كيف كيف باش نحكيو التغذية، باش نحكيو المعلومات المغلوطة، شنو الصحيح وشنو الغلط في البلوكاج نتاع الميزان. علاش انا نعمل ريجيم وما ننقصش زعما، فما حاجات غالطين نعملوا فيهم واحنا ماناش فايقين. اكيد باش نكتشف المعلومات هذيا الكل في حلقتنا لليوم، ومش هذيا بركة كالعادة الكوجينة ما تحلى طبعا، والدبارة اللي بنينا كانوا على الشيف فتحي.
مرحبا يا صافي، مرحبا بضيفك. صافا؟ الحمد لله تخي بيان. اليوم عندي باقي في الاحتفالات، مازلت متواصله. ربي يطولهم الاحتفالات. تحكي على بابا نويل، فمش ماما نويل. ماما نويل مازلت ما جاتش. نشوفوا لها حل. طبعا بعد مراد ليستوريان يقول لنا الحكايه نتاع ماما نويل كانت موجوده ولا ايه. اليوم عندي باش نعمل حاجات نتاع احتفالات، ديما احتفاليه. باش نعمل دي توست بتون 3 كولور. تون باش نعمل 3 كولور باش نعملوا اي طاج كيما نعملوا طاجين البيض ولا لكن باش يكونوا دي توست بتون، مش اللون ناتور. اي فما غارنيتور هي تخليها بالالوان. فوالا صحيح اكزاكتومون. معاها هي لابد سلايطه نتاع احتفالات اللي هي باش تكون سلطه كسكسي، واحنا الكسكسي نعرفوه كان مطبوخ. هذاك هوش نعرف الحقيقه. يجي سلطه راهو سلطته بنينه ياسر من ابن السلايط اللي تاكلهم، سلطه كسكسي بنينه برشا. وهذه باتريمون كولينير تونسي ولا لا؟ لا والله غو فيزيتي، هما بنينه بنينه برشا. هاي انا متاكده اللي هي بنينه، ما خلينا نكتشفوها معاك. معاه هو باش نزينوا سابا، باش نعملوا دي بيسكوي دي بيسكوي اوزيبيس باش نزينوا بهم في نويل. دي بيسكوي نقولوا احنا مفوحين. هاي ماك تعرف يجي نويل يستعملوا برشا لي زيبيس، القرفه والانيس اتوالي والجانجومبر والبرقدين كونفي، هذاك كله في نويل. معناها ديما نويل يقولوا ايبيس، معناها المارشي دي زيبيس كله يتحل، يقولوا ايبيس ويقولوا الوان. ومن اعز الحاجات اللي يعجبوني انا شخصيا هما البان وزيبيس، بيسكوي ايبيسي، هذوما الكل نحبهم، نحب الفحات انا. هذاك علاش يفوحوا هما ويبنوا بنين برشا. يعطيك الصحة الشيف فتحية، مشكورة على المنيو المشخشخ هذا، فيه برشا ألوان مولتي كولور اليوم. اليوم فتحية أون أركونسيال. ميرسي بوكو ليك يا شيف. احنا خلينا طبعا نكتشفوا ضيفنا وحيدة وحيدة ونقولوا لهم مرحبا. دونك كما لانسينا في السومير نتاع حلقتنا، عندنا برشا ضيف اللي اكيد باش نطرقوا لعده مواضيع. عندنا برشا فقرات مع انطلاق ان شاء الله 2023، منهم فقره لليوم اللي طبعا باش ننطلقوا بها قبل 2023، اما باش نسبقوا بها دونك تتعرفوا عليها فقرتنا اكيد. انا نحب في البدايه نرحب مدام ايا الشلغومي، اخصائيه تغذيه. مرحبا بك ايا. سافا؟ الحمد لله. شنو احوالك؟ الحمد لله لاباس. صحه بخير؟ الحمد لله سافا. تخي بيان. دونك ايا اليوم انت باش تعرفنا على الصحيح من الغلط. احنا قلنا فما برشا ناس تعمل ريجيم اليمونتير، تعمل ريجيمات انواع واشكال، تنقص ومن بعد يصير اكل بلوكاج ماهيش فاهم علاش، هل عملت غلطه، هل فما حاجه كي بلوك، علاش كيفاش؟ اكيد هذه انت بعديك شويه باش تحكي لنا بالتفاصيل. بيان سور بيان سور بيان سور. اكيد اكيد. نمشيو لفقرتنا الجديده اللي هي معانا في الام 9 اللي هي اونا ستوريا. اونا ستوريا هي قصة، هي حكاية، هي كل مرة باش نجيبوا لكم موضوع، كل مرة نحكي لكم على حاجة تاريخية في تونس أو في غير تونس، واللي أكيد باش يأثثها معنا سي مراد الجبالي، أستاذ تاريخ، أنا نقول باحث في التاريخ. عايشك. صافا مراد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كوم دابيتود. كوم دابيتود. مدام بحذاكم مدام لاباس. يو ويلكم مراد معنا في الفريق. ثانك يو. دونك باش نقعدوا هكا كل مرة نعملوا نشوفوا قصة، نشوفوا حكاية، نتعمقوا فيها في تاريخ افيك votre style اللي فيه برشا ضمار وفيه برشا غوشيرش، واللي اكيد ديما من خلاله نلقاو المعلومه ان شاء الله. دونك اليوم سي مراد شنو تحكي لنا؟ داي نبداو اون ستوري على بكري. نبداو على بكري. نبداو دونك نبداوها بما انه فما الاحتفال بنويل عن قريب. دونك قلنا كيما كل الشخصيات اللي مقترنه بهالاحتفالات وكذا، يعني فيها غموض، توجدت ما توجدتش حقيقة، كيفاش وصلتنا، كيفاش وصلت لأوروبا، هل أنها احتفال مسيحي، شنو اللي تحرف فيها، كيفاش المراحل، كيفاش تبدل هو بيدو الاحتفال بيه، من عام بدا، شكون اللي بداها الحكاية، كل باش نحكيو عليه إن شاء الله باش نشوفوا. لكن بعديك شوية جوست خلينا نفهموا احنا في صحتنا، عملت ريجيمات مراد ولا حاولت؟ ما تفضحنيش. حاولت ما غير دونك اليوم هي نوتخ نوتريسيونيست، دونك هي اللي باش تجاوبنا على المشكله هذه، على خاطرها اون فيت مشكله كبيره انه الشخص يعمل ريجيم ينقص، يبدا شيخ على كل ميزان اللي ينقص، وبعد دانكو يصير له كل بلوكاج هذاك اللي ما عادش يعرف علاش ولا كيفاش وشني اسبابها. دونك ايش الغومي نطق نتفشل. ميرسي عايشك صافي. كيما انت قلت دونك يجيك الباسيون يقول لك راني عامل ريجيم، منقص العجين، منقص لي سكريري، عامل مجهوده، اما مانيش قاعد ننقص جمله.
به جملة 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 ولا ساعات نقص كل 100 غرام جمعتين صحيح جوستومون دونك لهذيك اول حاجه لازم اوني لي مين لي كوز اورغانيك المشاكل الصحيه اللي تنجم تسبب لنا الحكايه هذه دونك لهنا لازم نشوفوا الباسيون اسكو عنده خمول في الغده الدرقيه لي بوتيرويدي عنده شي كاين امراه عندها شي تكيس ما بايظ مقاومه انسولين ولا حتى زيد النقص في بعض المعادن كما الحديد دونك النقص في فيتامين دي الحاجات هذوما راهي تنجم تاثر لنا على البيرد دو بوا تنجم تبلوكي لنا البوا يعني حتى كاين منقصين من الماكله ما منقصوش الميزانه بيان سور بيان سور فوالا جوستومون زيد كيف فما بعض الادويه اللي تنجم تعمل لنا زياده وهميه في الوزن شو معناتها زياده وهميه دونك فما ادويه تعمل لنا ريتونسيون دو تعمل لنا احتباس سوائل في الجسم دونك انت باش تطلع على الميزان نجم لهنا نعطي تخمين خاطر انا جربت مره انتيستامينيك لي نتاع مثلا النوم ولا حاجه كيف ما هكا نتاع الحساسيه تاع الحساسيه لي كورتيكويد لي تريتمون دونك الحاجات هذوما الكل دونك يعملوا لنا احتباس سوائل في الجسم واضح دونك الاحتباس السوائل هذه يترجم على كيلوات على الميزان دونك كليترا ماء هذه اللي انت باش تزيدها راهي باش نلقاها في الميزان دونك في الميزان نتاعك جوستومون فما بيت تعمل ريجيم وتزيد في الميزان كامل تزيد في الميزان اما جينيرالمون يعني باش تلقاه زيد في الماء ينقص في الغريس ويزيد في الماء لكن النقص هذاك ما يظهرش على الميزان به اي سوفي اون اليميني لي كوز اورغانيك هذوما يعني تاع المشاكل الصحيه الباقي باش يكونوا على شكل اخطاء احنا باش نكونوا نعملوا فيهم به اول حاجه دونك لي ريجيم ريستريكتيف يعني الريجيمات القاسيين هذوما اكبر غلطه الانسان يعملها هنا يجيك الباسيون يقول لك راني عملت ريجيم منو نقصت مش نورمال نقصت برشا كيلوات وفجاه ما عادش نقص الجمله ولا وليت ننقص بكيف الحال يعني انت ترجم في افعالي يعني جوستومون دونك هنا اكبر غلطه هذه نجموا نعملوها علاش على خاطر لهنا الانسان هذا باش يكون ياكل في برشا ماكله باش يدخل للبدن نسبه سعرات حراريه عاليه وبين ليله ونهار تلقاه نحى الماكله هذيك الكل دونك تصير يعني كيما النقص يعني السريع هذايا شنو يعمل البدن باش يدخل في حاله تجويع شنو باش يصير لهنا باش نفقدوا عضلات باش نفقدوا سوائل ومش باش نفقدوا شحم يعني الماس مسكولير هي اللي تنقص والسوائل يعني كل ما هو ماء في البدن ينقص انما الشحم قاعد غادي فوالا قاعد غادي دونك هنا وين باش نشوفوا الشوت في البوا السريعه فوالا ولكن بعديك باش يصير بلوكاج علاش باش يصير بلوكاج على خاطر الميتابوليزم دو باز ضربني معناتها الميتابوليزم دو باز تاعنا ما عادش باش يحرق انت نحيت الميسكل الحاجه اللي تحرق لك دونك في الحريرات وخليت الشحم دونك لهنا يفو ايفيتي لي ريجيم ريستريكتيف باش ما نوصلوش لحاله البلوكاج هذايا السبب الثاني زاد اللي ينجم يكون يخلينا يكون عندنا ثبات في الوزن ولا حتى نجمو نزيدو به في الميزان ينجم يكون العبد هذاك حسن عادته الغذائيه ينجم يكون ولا ياكل صحي ولا ياكل حاجات باهين لكن نسبه السعرات الحراريه تكون عاليه وهنا باش تلقى برشا عباد سيغتو توا يعني تها مغرومين بالشوفان مغرومين بالبذور كيما الشيا والكتان والحاجات هذوكم دونك لي فخوي سيك زاد كيف اللوز والزوزه لي فخوي سيشي كيما الكرموس الشايح وكل الحاجات هذوما الكل صحيين باهيين اما الغله الشايحه في بالي كالوريك اكثر برشا من الغله جستمو. اللي هي الثمره طازجه نقولوا احنا دونك الحاجات هذوما الكل الحاجه المشكله فيهم اللي هما عاليين في السعرات دونك ماكلتنا اليوم لازم تكون بمقدار صحيح يعني حاجات صحيين صحيح يحسنوا لنا بدلنا فيهم برشا حاجات باهيين لكن من لازم الكونسوماسيون نتاعنا ليهم تصير بطريقه معتدله خاطر يعني مش يعني 100 غرام مثلا فواكه جافه فيها 600 حريره مش شوي يعني قد وجبه كامله متكامله فيها بروتينات فيها نشويات فيها كل شيء فوالا دونك الحاجه الثالثه واللي تنجم تخلينا اذا كيف كيف يصير لنا ان بلوكاج دو بوا قله الحركه دونك لهنا السبور على ريغور المارش يعني تها يعاوننا انه احنا نقصوا انه احنا نحافظوا انه النقصان هذاك يصير يعني يداوم معنا واحنا نقدموا في الرجيم زيد يخلينا انه احنا نقعدوا نقصوا على المدى الطويل دونك لهنا لازم نفهموا البرانسيب نتاع الريجيم البرانسيب نتاع الريجيم يقوم على الديفيسيت كالوريك شنو هذا الديفيسيت كالوريك حتى انا بارابور انا شنو كنت ناكل قبل باش نقص نسبه حرارات بيان سور لازم يكون بروغريسيف باش ما يصير لناش الحاجات اللي حكينا فيهم قبيلك على ريجيم ريستريكتيف دونك يكون بطريقه يعني معتدله وبشويه بشويه لهنا السبور شنو باش يزيد يعمل باش يزيد يخلينا نحرقوا اكثر دونك لهنا الديفيسيت كالوريك هذا باش نكبروه واحنا ناكلوا في نفس الكميه
نحكي لك عن تجربه شخصيه. برشا عباد اكيد متاكده انهم يعرفوا الحكايه هذيا، انك تعمل ريجيم اليمونتير وتترينا اون ميم طون تعمل ان رانفورسمون مسكولير. جوستومون ترى انه المخفو او البدن او لي فورم تحسنت برشا نقص، لكن الميزان هو نفسه وساعات انا يزيد الميزان. ندخل قبل ما كنتش عندي فكره، ما كنتش نعرف، ندخل هكا نقعد بيتا قلت انا عامله ريجيم ونترينا وقاتله روحي ونحرق، مش بني خاطر نزيد في الميزان انا. بربي خليهم انت من خلالك بما انك مختصه واكثر انسانه نجم تفيدهم في الموضوع هذايا للناس اللي يزيدوا في الميزان كي يعملوا ريجيم. بيان سور، هو راهو يسوفي انت باش تعمل اون اكتيفيتي دو رانفورسمون مسكولير، دونك الماس مسكولير نتاعك باش تكبر، او ميم طون باش تنقص في الغريس، دونك تلقى روحك تنقص في الغريس وتزيد في الميسكول. بالعكس الحاجه هذيا باهيه كيما انت قلت باش تحسن لنا المورفولوجي، على خاطر ديما الماس مسكولير باش تلقى البدن يعني مشدود بخلاف يعني الماس دو غريس اللي احنا قاعدين ننقصوا فيها، دونك باش نحينا الاسبي الخايب نتاع البدن. ثاني حاجه باش تحسن لنا الميتابوليزم دو باز وباش تخلينا نزيدوا ننقصوا اكثر واكثر. دونك ديجا بالعكس يعني انك تنقص في الغريس وتزيد في الوزن حاجه باهيه. دونك هذه علاش احنا في لي كابيني دو نوتريسيون جينيرالمون نستعملوا ان امبيدونس ميتر، ما نستعملوش ميزان عادي. علاش؟ خاطر يظهر لي قداش نقصت شحم وقداش زدت. اكزاكتومون، هذه مهمه. سامحني، هي مهمه للغاية المعلومة هذه، أنه راه مش أي ميزان يجم يقول لك أوكي تنجم تطلع على ميزان تلقى روحك زايدة في الميزان، أما راه غيالمون أنت قاعدة تزيد في الماس مسكولير. أبار الشوفين والفاكهة والحاجات هذوما، شنو الحاجات اللي مش في بالنا إحنا اللي ناكلوا فيهم باش نقصوا في الميزان ألوغ كو إحنا قاعدين مانيش نقصوا ونجموا نزيدوا كما نجموا نقعدوا ستاغن كل بلوكاج هذاك؟ الاضافات جينيرالمون، الاضافات في الماكله اللي كل الزيده اللي يقولوا عليها احنا اللي تقتل المريض، اكل اللي تحط مثلا صحن صغير زيتون على جنب باش تحط مثلا لي سوس لي ميم حتى في الطاوله نتاعنا يعني فهمت، تحط لي سوس تعدي بلي سوس جينيرال فوالا. دونك الحاجات هذوكم نعملوهم تعلي لنا ياسر في القيمه الحراريه نتاع الوجبه، يعني تكون انت مثلا باش تاخذ وجبه تكون فيها 500 حريره تولي تاخذ وجبه فيها 700 ولا 800 حريره، شكا شويه اكل مايونيز زايده اكل فوالا الحاجات اللي تتقرمش زايدين على الطاوله. دونك الحاجات هذوكم دونك الفو لي زيفيتي على خاطرهم باش يكون فيهم نسبه سعرات حراريه عاليه برشا. دونك الشخص العادي اللي ما عندوش مشكله في الغده الدرقيه يعني والا او كونترير مثلا عبد عمل ريجيم ويحس روحه انه ماهوش قاعد ينقص، دونك اوتوماتيكمون لازم يمشي يعمل بيلان يشوف تحاليل يشوف شنو اللي عنده بالضبط. سي سي با اورغانيك ماهوش مرضي او حاجه باثولوجيك، راهو قعد عاداته الغذائيه فيها مشاكل، حافظ ومش فاهم قاعد يطبق لكن ماهوش قاعد يفهم بالكدا. نجيو شويه للروز لهنا معاك ايه، فما ناس ماشي بالهم ريجي الوغ كو هو اون بيزوان نشويات، يعني هو في بارتي من لي فيكولون النشويات اللي لازمنا ناكلوهم لكن بمقدار نسبه لان الحاجه الفكره اللي عند العباد الروز خير من الحاجات الاخرين، الوغ كو الروز يدخل نفس السعرات الحراريه نتاع لي بات الاخرين الكل، المقرونه والكسكسي وكل. دونك لان هيك الفكره المغروطه اللي الروز راهو تبع الرجيم راهو حاجه يعني غلطه على المدى الطويل يعني فوالا. لو كان باش نحبوا نحسنوا نحبوا ناخذوا يعني دي سيريال كومبليت كان باش نحسنوا احسن يعني في الماكله نتاعنا، لكن كلهم راهم سواء لي سيريال كومبليت ولا لي سيريال دونك البيضه يعني توسكي مقارن بيضه وكسكسي وكل شيء كلهم راهو عندهم نفس الحريرات. واضح. به فما ناس يشكيو من احنا نقولوا كونستيباسيون، الناس هذوما ما ينقصوش في الميزان زاد اللي عندهم مشاكل في القولون او المشاكل في الهضم او غيره، نقولوا احنا عندهم المصرنه بخيله جوستو ما يهضموش بالكدا. دونك هذوما زاد هذوما من لي كوز اورجانيك دونك اللي سبوا لنا انه يكون عندنا ثبات في الوزن، خاطر كي يبدا كونسيبي بيان سور هذاك الكل باش يكون يوزن على الميزان وكيف كيف الهضم نتاعو باش يكون يعني سيء، دونك بيان سور باش ياثر لنا انه احنا مش باش نقصوا في الميزان. ربي تي تي من بعد الماكله اي سي مراد يحب يسالك من بعد الماكله يقولوا نقص من السيرفاس نتاع الهضم في المسارن بيده ما يخليش لي زاليمون يدخلوا في لا يقولوا درجه امتصاص يمنع امتصاص الاملاح يقولوا وحده به
وحده يمنع امتصاص الحديد دونك التاي بعد الماكله دونك حالو بعده على الماكله اوموان ساعتين على خاطره يسبب انه ما نخليش الدم ولا يمتص الحديد دونك هذه بالنسبه للعباد سورتو اللي عنده فقد دم جينيرالمون ننصحوهم انه ما ياخذوش دونك توسكي تاي قهوه ولا توسكيت بعد الماكله. باخر حاجه انا بدي نحب نسال كيما سي مراد الغله في الليل اكر صحيين الغله احنا متوقع برتقين ومدالينا على رومان وفوالا والتفيح دونك يقول لك انا نعمل في ريجيم باش ناكل غله مانيش باش ناكل نتعشى باش نحط صحيين غله. صحيين الغله يظل مش خالي من الحريرات راه كما قلنا راه مش اي حاجه صحيه راهي ما فيهاش حريرات دونك الفو ايفيتي كيف كيف الغله يعني صحيح فيها برشا فوائد لازم لكن ماكلتنا ليها لازم تكون بمقدار ما لازمناش يعني نتجاوزوا العدد المسموح يعني صحن غله هذاك مش تكلف لا مش تكلف مش تكلف علينا السعرات نخليه الغله مع الوجبات الرئيسيه دونك ما نفوتوش ثلاثه كعبات غله في النهار يعني بيان سور بالنسبه للحاجات اللي تتاخذ بالعدد دونك يعني اي حاجه راهي صحيه مش معناتها رانا نكثروا منها جوستوم هذه اكثر حاجه. يعطيك الصحه ايه شلغومي دونك المختصه الغذائيه دونك عطاتنا اليوم كل ما اللي غلط الكل عطاته لكم شنو اللي نجم يصير وصلحت لكم المفاهيم ما تقولش اش بني عامل بلوكاج راهي فما مشكله يا انت عندك حاجه لا قدر الله مرضيه باثولوجيك او بيان تعمل في حاجات غلطه قعدتك في حاجات ما همش وقتهم وماكش عارف كيفاش تتصرف. مشكوره مره اخرى حاجه اخرى قلت شرب الماء زاده قلت النوم زادة قلت النوم وقلت شرب الماء جينيرالمون العباد اللي ما تشربش بالكدا ماء راهي تلقاها تاكل اكثر دي كونتيتي نتاع ماكله دونك اثبتت الدراسات الحكايه هذيا دونك لهنايك ما يفرقوش بين احساس العطش واحساس الجوع يحس في حاجه ناقصته يمشي ياكل طول يمشي ياكل ما يخممش اللي هو ناقصه دونك والنوم زاد اللي هو حاجه مهمه ياسر في انقاص الوزن على خاطر البدن راه كيما يحرق اون اكتيفيتي حتى كتب دريق راه البدن والميتابوليزم يخدم ويحرق دونك لهنا كولوا كسينمو ورقدوا زاده زاده كيف كيف في وقايتكم. مشكوره مره اخرى اي انا قبل ما نتعدلك شايف انا عندي حاجه نحب نقولها للساده المشاهدين نظرا للطلب المتزايد على العمره تم ادراج مجموعات اضافيه في فتره جانفي دونك الايامات نعطيهم لكم ايام 17 23 و30 جانفي عبر الخطوط السعوديه دونك هذه هي لافيش دو ليبرتا فواياج وهذا هو جديد طبعا ليبرتا فواياج دونك نعاود ونذكركم ونقول لكم على خاطر فما برشا طلب وضغط متزايد على العمره دونك زادوا تم ادراج مجموعات جديده اضافيه في شهر جانفي دونك عندنا الايامات 17 23 و30 جانفي والرحله طبعا او الرحلات باش تكون عبر الخطوط السعوديه تنجموا تتصلوا بهم على ارقام الهاتف او تدخلوا على لوغ سيت ويب وبيان تتنقلوا لنقاط المكاتب نتاعهم دونك هما اكثر يجاوبوكم باكثر دقه واكثر تفاصيل رقم الهاتف موجود طبعا اسفل الشاشه دونك ديما هذه ندل على شيء دونك نقولوا عمره ناجحه اوتوماتيكمون ونجم نقولوا كان ليبرتا فواياج دونك سمعتها سابقتها والخبره عندها بلوتو عامل كبير في هذايا. شايف توا نجم نجيك انا مرحبا يا صفاء انا باش نقول لكم كيفاش باش نعمل الخلطه نتاعي باش نعمل ثلاثه خلطات توفيت تن الموجة اللي بزيت زيتونه هو اللي باش نعمل باش نخدم به نفرغوا من الزيت نتاعو بالطبيعه الزيت هذاك باش نستعمله في السلطه هو زيت زيتونه وحنا نعرفوا من التن كونه مخدوم معلب باليد معناها مش ماكينات زيت زيتونه وقت يقول لك زيت زيتونه سي دو لويل اكسترا فييرج من الزيت الممتاز الملح نتاعو اكيليبغي ناقص في الملح معناها فما حتى اللي ناتور بالماء منحين له 20% من الملح نتاعو معناها تصوروا الميزان كيفاش يخدم نفسه فيه المفوح بالرند الجبلي تن كامل ماهوش تن ماهوش معناها فيه ميات ملي تحلوها الحكة تشوفوها مورقة كما هي من النوع الممتاز متاع التن هذايا باش نحط في الماكينة متاعي هنايا نحط باش نبدأ بالناتور نحط التن نحط معاه كعب عظم اللي ناتور هذايا اللي نحبو يقعد في لون التن ما نحبش نبدلو لونه خاطر باش نعمل ثلاثة خلطات نحط معاه كعب عظم نحط معاه شوية ريغوتا مرياح وحنا نعرفوا ريغوتا مرياح 100% حليب صافي معناها والتراسابيليتي نتاعو
الميزه نتاعو كونه قوتة ناشفه ومزيانه كما تشوفوا فيها، معناها ما تلقاوهاش الكلها تجري بالماء. ونعرفوا اللي مريح راهو عامل إن بروموسيون بذمة رأس العام وبذمة الاحتفالات من نويل الرأس العام، حاجة متميزة للغاية avec des بروموسيون اكسيبسيونيل. ألوغ أنا باش ما نعملش عليك حس صافي، جست نقول كيفاش باش نخدم هذوما. هذوما باش نرحيهم مع بعضهم، هذوما اللي ناتور باش نردها كيما البات، اللي باش نردها خضرة باش نحط نرحي فيها الحبق، معناها نرحيها نرحي نفس المقادير ونحط بعد نفرغ ماكينتي نحط نرحي معاهم الحبق، الحبق ورق ماذا بينا باش يعطي اللون الاخضر يطلع فيها مطعم البيستو. الله الله. والثالثه باش نحط لها شويه طومات كونسونتري سيكام ومعاها شويه هريسه بوغ ليفي لو غو نتاع الهريسه. نعرفوا الهريسه حاجة متميزة عند التوانسة، توا احنا ربحنا الكلاسيفيكاسيون بتاع الهريسة، ولات هريستنا حتى حد ما عاد ينجم ياخذها لنا ولا يسمي بها الا احنا التوانسة. الوغ باش يوليو ثلاثة خلطات نكمل انا نرحيهم باش ما نعملش عليك الحس، ومن بعد نرجعوا صافي باش نوريك كيفاش المونتاج نتاعهم. اوكي يا شيف، نرجع لك وقت اللي تحب، انت تدلل انت قول يرجع وانا نجيك يا شيف. باش نجيك شوية اخر، انا مش باطي عليك دو توت فاسون، اما نحب نسمع باغ كونتخ شنو هي قصتنا اليوم في اونا استوريا. دونك في اونا ستوريا كما قلنا معنا مراد اجبيري، استاذ التاريخ المؤرخ، دونك اللي ديما هكا يجيب لنا قصص ياسر مزيانه، عنده طريقه يقدم بها الحكايات والقصص نتاعو، سورتو الحكمه اللي من بعد، واكيد فما معلومه اللي باش تقعد راسخه في الذاكره. يفضلك. هو فكرتني في حكايه التغذيه، التاريخ بيدو فيه الباهي وفيه الخايب وفيه الصحيح وفيه الغلط. الغلط اكيد. وعندنا افكار غلطه. صحيح. شبه ياسر الماكله. هو القصه في بدايتها حقيقيه، سان نيكولا في تركيا، سان نيكولا دومير، تولد سنه 270 توفى ميلادي توفى 345 ميلادي. هما يقول لك سو سونت ابروبريي لو طون، كي نحكيو ديما نحكيو ميلادي ماما. اي بيان سور، اي اوتوماتيكمون. هذاك نأرخوا به. مات يقولوا شهيد لانه قتلوه الاباطره الرومان، لان ثم كونفلي بين الدين المسيحي اللي ولا يعتبر بالتحريف سيدنا عيسى اله، والامبراطور يعتبر روحه اله. اي صحيح. فورسيمون ما يتفهموش. اي اوتوماتيكمون. دونك هذاك علاش قتلوه من جمله الناس اللي قتلوهم. قلنا بدات الحكايه مع سان نيكولا دومير اللي هو من تركيا من اسيا الصغرى. كان ورث ورثه كبيره على والديه وعلى ابوهم، وكان الثروه هذه كل بددها للاطفال وللشباب اللي عندهم مشاريع. من جمله ما يحكيو كانوا ثم جنود مثلا شباب كانوا فقراء عطاهم برشا فلوس باش عاودوا عرسوا وبناوا ديار. ثم ثلاثه بنات كانوا يمارسوا في الباغا باش خرجهم ممارسه الباغا، عرس لهم وجهزهم وعمل لهم ما يلزمهم وبنى لهم وكذا. الاطفال كيف كيف كان اليتامى يفرحهم وكذا. القصه هذه نتاعو باش تمشي بشويه بشويه لل اوروبا الغربيه. الاوروبا اي باش تمشي لهولندا لالمانيا باش تسافر. وقتها باش يولي سنتر كلوز، باش يولي ياخذ اسم اخر. لكن باش تدخل عناصر خرافيه ومعناتها روائيه اللي هي مش صحيحه. من جملتها يحكيوا عليه كونه فما سفاح قتل اولاد صغار، هو من بعد قداش 10 سنين و20 سنه عاود جبد لك الاولاد الصغار هذوك وعاود الى ركولي لمورسو وعاود بعث فيهم الحياه بيان سور. هي حاجه مستحيله. باش يعاود يحيي الموتى صعيب شويه كذا. في ثم من بعد قعد ذاك الخيال نتاعو، ولات كل واحد يقوم كيما احنا عندنا بوتبيلا يقوم بدور سان نيكولا يخرج كوم كوا، ولا اسمه في اوروبا الغربيه بابا نويل. علاش جيت كلمه بابا نويل منين؟ الفرنسيس هي تبديل للتسميه تاع هذا سنتر كلوز اللي باش يولي سانتا كلوز في امريكا من بعد. لكن في مرحله معينه البروتستان اللي جاي من فير بروتستي مارتن لوتير في المانيا قالوا هذه بدعه، معناتها ما تجيش وماهيش من الدين وكيفاش. الكنيسه كانت معترضه عليه. مش الكنيسه، البروتستان ما فما مذاهب. داكوغ. الكاثوليك اي.
لي بروتستون ما حبوش. علاش؟ على خاطر يقول لك موضوع الفاتيكان ديما يكذبوا فيهم. فهمت شنو هي اللي يحيي الموتى وشنو هي اللي كذا ومش صحيح وكذا وفهمتوا واش رديتوه ما باباس كي الباباس مشى على روحه وفهمت كذا ما علينا. لكن القصه بيد حتى هو كان ديني يعني كان رجل دين وقتها. هو بيان سور هو قديس وحتى خذا درجه قديس لانه بعد ما يموت يعطيوه المونسيون هذيك يولي ان سان سان نيكولا دومي. فهمت لكن تخلطت القصص ما هو شعبي ما هو روائي ما هو حقيقه ما هو صحيح خيالي ما هو وكانوا يحتفلوا به لو 6 ديسمبر اي في الدات نتاع الموت نتاعو هو دونك بابا نويل كان 6 ديسمبر دونك هو يلفا ايفولوي باش يتبدل في الدات نتاعو وفي طبيعه الحفله ومن بلاد لبلاد لين باش ياخذوا جمله تحريف كامل باش تاخذوا حكايه اخرى جمله منحى اخر جمله هو لي بروتستون عجبتهم حكايه السجره السابان اللي هي منين جات القصه هذه؟ السابان هذه قصه كبيره ياسر جايه من عند لي سيلت هي حضاره قديمه في اوروبا اندو اوروبيان لي سيلت ما خلاوش تاريخ مكتوب ولكن حضاره باهيه قديمه اما راهي هذيك السجره نتاع عباده وثنيه. شنو هي هالكوكتيل هذا خويا مراد؟ اسمع كي قلت لي عليها الحكايه راني بديت نقرب مهميش تشعبت ياسر. اي تو السابان هذيك ما كانتش متعلقه ما كانش سان نيكولا يحتفل بالسابان لكن لي بروتستون لي كاثوليك عجبتهم السابان دخلوها في من العباده الوثنيه ردوها هذيك السجرة اللي خذا منها سيدنا آدم التفاحة ملا شكشوكة هذه شكشوكة كبيرة شكشوكة في بيدون لا حتى سان نيكولا خطيب ما عملش السابان مسكين وكان البروتستان شمتها في الكاثوليك يزينوها في باب الكنيسة وهما اللي ردوها بالضوء وضاوية وكانوا يزينوها بالغلة لكن ثم عام جات السابة خايبة ثم واحد ألماني جاته الفكرة باش يعمل لك التفاحة ما هو بتبعته ما يزمش ياكلوها خاطر حرام وسيدنا آدم وحواء كلاو منها وكل حكاية كذا هو اللي يعمل لك التفاحة ديكوراتيف هذيك ألماني قالوا ما يا سيدي ما ثماش سابة سنين ما ثماش تفاحة قداش تعدى عليها من تحولات كبيرة ياسر مازال حاجة فوق ما تتصور هي في بالي حاجة تخي سامبل طلعت هما يعني لي بروتستون رغم اللي منعوا الاحتفال وعجبتهم السابان ومن بعد الكاثوليك بيدهم يتبناوا السابان بالتفاحه هذيك والحفله نتاع بير نويل اللي هي كانت لو 6 كانت لو 6 لكن ثم عندهم اشكاليه اخرى بما ربطوها بالدين نتاعهم المسيح قال لك علاش ما نعملوش هذه سان نيكولا ولا بير نويل قبل بليله ما من ميلاد المسيح لكن هما عندهم مشكله ما يعرفوش وقتاش تولد المسيح ناس تقول لو 20 مي ناس تقول في ما عرفش في فيفري ناس تقول انا مولود لو 21 مي ما تكبر مني بنهارو ناس تقول في ديسمبر ولا عطاو فما واحد من رجال الدين قالوا له اختار لنا انت دات هذا دونيس سان دونيس هو اللي اختار لو 24 ديسمبر هو اللي اختار تاريخ ميلاد المسيح لو 25 ديسمبر دونك قبل بليله يحتفلوا بالبير نويل تاريخ حقيقي يعني لا ماهوش تاريخ حقيقي هي اختيار باتفاق دونك الكنائس الكل دونك وقع الاتفاق انه 25 ديسمبر هو تاريخ ميلاد المسيح وقبلوا بنهار لافيت يعملوا لافيت تاع لو بير نويل وعلاش قرنوهم ببعضهم لهنا هما لان خذات الكنيسه هي تبناتها يعني هي من الاول كانت رفضتها ورفضته هو في حد ذاته وكانت انا هكا قريت زاد شوي كانت تعاقب كل من اللي يحتفل به انه ما كانوش يسميوه نويل جمله هو محل يعني انه من اللي سان نيكولا سان نيكولا اللي حتى يذكر اسمه او يقول عاوني حتى اللي كانوا ياخذوا اعانات قبل كانوا يخبيهم ما يقولوش راهو جاب لنا واعطانا يخافوا يتعاقبوا دونك داروا وخذوها هما لصقوها علاش؟ سؤالك مهم ياسر لانه عندهم زوز ولا ثلاثه حفلات كانوا يستعاروا بهم اللي هما لافيت دي فو حفلة المجانين هذه حتى من رجال الدين نتاعهم يخرجوا للشارع ويعملوا شيء ما يتعملش يعملوا ويشطحوا ويشربوا ويعملوا مال والعسكر يلبسوا نساء ابو هذه في لافيت دي فو لافيت دي فو العسكر يلبسوا كانهم نساء والنساء يلبسوا كانهم رجال
هما يسميوها اون ماسكاراد، احنا بالعربيه نقولوا حاجاكم مسخره. اي صحيح. اون ماسكاراد وساعات وسط حتى ثلاث ايام هالماسكاراد هذه. ثم حفله اخرى يستعاروا بها ودخلوا فيها مع اون كونفلي مع اليهود. اللي هي لا فيت دي زينوسون. الاولاد الصغار اللي قتلوهم وقت اللي سمع الملك ايرود اللي باش يتولد رسول جديد. اي. دونك المواليد الذكر الكل قتلهم. قتلهم. خوفا من مجيء الرسول الجديد وكذا. دونك وفما حفله اخرى مانيش فاهمها مليح نتاع اليهود باش ما نظلمهمش وما ندخلش في حاجه مش فاهمها. كيف حبوا يخبيوا تعرف كيفاش قالوا يكملوا الحفلات هذوما الكل ولكن نعوضوهم بحاجه اخرى. عملوا هذه الحفله نتاع بير نويل اللي هي سان نيكولا دومير. لكن صادفت زاد عركه اخرى على خاطر اصلها لو 24 ديسمبر نتاع لو سوليستيس ديفير نتاع حفله نتاع ساتورن حفله وثنيه اخرى. برا قالوا نخليوها غادي ما نخليوهاش غادي. قالوا من بعد ما تفاهموا توا يعملوا ان كونسيل مؤتمر كيما احنا في الاسلام نعملوا مؤتمر الاسلام الاسلامي نتاع نجيبوا العلماء وكذا. قالوا من بعد ما اتفقنا على لو 24 ولو 25 توا باش نرجعوا العباد تتمهمش تشكك وتتمهمش مع حكايه باش تجي حكايه من بعد غاليلي وكوبرنيك وكل العركه نتاع كذا. معناها بالحق قالوا تعرف كيفاش نخليوها هكاك ولو باش تصادف مع الحفله نتاع ساتورن اللي هي وثنيه. اي اون غارد لو سابان رغم اللي زاد هو وثني ما تردوها الشجره نتاع لو بارادي. ما زالت شكشوكه باش تتعاقد بالعظم والدجاج ما تتصور كذا. هي قسم زاد طويله. ما زالت برشا برشا برشا. هو باش تاخذ رواج اكثر في القرنين الاخرانيين لانه ثم 19 و20 ولا 18 و19 في 19 و20 لان في 1823 فما رجل دين كتب شعر كلارك مور هذا وهو اللي لبسوا اللبسه الحمراء والكبوت الاحمر والتربوشه واللحيه البيضة. وهو اللي ملي كان سي سان نيكولا يسافر على البهيم نتاعو. ملي كان يسافر على شوفوا فيها هكا. اي شوفوا فيها. آه؟ ملي كان يسافر على الحمار نتاعو هو اللي عمل له الكروسه والثمانيه غزالات. اي يعني هذايا مراد يعني اللي جاي من بعده كما نقول يقتبس الشخصيه اللي هو يخرج ويهز الهدايا للصغيرات. وردوا الامريكي هذا يسكن في البول نور. اي جوستومون خاطر الاوروبيين حطوه يسكن في السويد. اه وعركه يسكن في السويد ولا في البول نور. عادش باش يفض حتى هو عركه سيدي وعمل له ثمانيه غزالات هذوك ميران. عندها دليل ثمانيه الغزالات. لا اختراع نتاع الشاعر هذاك اللي هو اصله رجل دين. هو اللي كتب شعر هو اللي رد يلبس بالابيض وعملوا في شكل قزم. انا اي باش ينجم يهبط من الشيمينيه. اكزاكتومون. ني با لا تاي اومان فهمت. وسماهم كل الغزلان كل واحدة باسم معناتها تونير تورناد كوبيدون. واحدة كيما نقولوا المزيانة القوية السريعة. تعرفها شايف الحكاية هذه ولا تعرفها شايف؟ لا دونسوز حاسيلو رعد الاخر باش كل واحد عنده وظيفة كالموتور كالموتور كاربيراتور ندرا شنو كذا الاخر مسؤول على الفيتيس الاخر مسؤول على الدورات الاخر كذا ويطيروا شوية زاد الفوق كذا تحس بتاع دي سان زانيمي مش لكن ثم راهي مقترنة ياسر لكن ثم اكريفان اخر امريكاني قال هو بما انه يجي في الثلج وفي الضباب وفي الليل وفي النهار وتتوالى عليه اثنين زادوا غزاله تاسعه هذا ريد نوز. ريد نوز اللي عنده خشمه احمر باش يضوي له اثنين. فنارات المهنة فنارات. قال كيفاش الراجل يمشي في الليل وفي الظلام وكذا وما يتعبش وكذا. ريد نوز هذه. فما كاتب اخر قال لك يا خويا الراجل باش يقعد وحده وعرسوا له. اي ماما نويل جيت يا شيخ. والله خببت فيها. عملوا له ماما نويل. ماما نويل مرأة كبيرة سمينة مرأة قاعدة بوسة الغالب حاشيك. هذه ماما نويل هي اللي طيب الشوكولاتة طيب البسكويت. وتعاونوا في صنع الجوي نتاعو. فهمت؟ وبرشا ممثلات تشهروا في امريكا وفي فرنسا اللي هما ماما نويل. سورتو عالم ديزني. عندها المشطة نتاعها هذيك الشينيون والمرايات ولات عندها لبسة كيف وحمراء وبيضة. فهمت؟ لكن باش تدخل الصيغة التجارية.
بيان سور الصبغه التجاريه في القرن 19 القرن 19 ثم ماركه نتاع سواقر اسمها ميوراد مش مراد ميوراد ما انا ما نتكيفش ميوراد هذه كانت تجينا لتونس الماركه نتاع سواقر هي اللي عملت الكبوت الاحمر واللبسه الحمراء سيت انسبيري من البويم نتاع هذاك كلارك مور اي والقصه نتاع رودولف اللي زاد الغزاله التاسعه رودولف وهذوما في 1823 وبعد في 1848 جات الحكايه هذه عرسوا له في كل ما زاد كذا سي بيرمون كوميرسيال ماركتينغ نتاع خاطر حلقه تجاريه كامله تتحرك في, في اوروبا وحنا هنا حتى في تونس يعني عندنا لي مارشي نوال ان بو بارتو دونك الحركه التجاريه والعجله الاقتصاديه كلها تدور تو خاطر هما راهم تتركز السابان راه يقبل بشهر كامل في اوروبا هاك ولا شايف السابان تتحط قبل وينحيوها وما ينحيوها كان بعد راس العام ويزيدوا فيها ديكوراسيون والكادويت للصغيرات والكبار والناس الكل تهدي لبعضها هي راهو في تونس يلوموا خلينا نكونوا صريحين يا اخي مش نتاعنا يا اخي عيب شنو تحطوا في سابان في دياركم كل واحد حر في اختياراته هما ناس جوست غيان كو تحب تفرحك الصغيرات فيستيفيتي يراوها توا نشوفوا عالم لو ديجيتال الانترنت يراو في التيك توك ويراو في كاين والعولمه والعولمه دونك يراو الصغار يعني ما عندهاش علاقه بال بال بال, بال احنا بالديانات ولا ليه ما سنا اوكا رابور يعني جوست هو راه في الاكتيفيتي حاجه نتاع هو في ليزيكول تو ليزيكول انترناسيونال ولا في في لي غروند سيرفاس وحنا تقدم كيما في المرسى عندنا ياسر اجانب فهمت كيما احنا نمشي ونشوفوا مثلا في العيد نتاعنا راهو حاجه في اوروبا نفرحوا نشوفوا كذا اما ساعات تبدا روضه معناتها وليدات كلهم مش عارف في منطقه محافظه وكذا وتعمل لهم كذا ما يفهموش ما يقبلوهاش والعائلات وكذا يقول لك شنو هي هذه مش نتاعنا مش نتاعنا وكذا كل هي اختيارات هي راهي كلها اختيارات وهني نعاود نقولها هي احتفاليه ماهيش مربوطه بدينا سي با ريليجيو هي خذات صبغه تجاريه واحتفاليه في العالم اجمع خاصه ابارتير من نيويورك الامريكان بعد الحرب العالميه الثانيه بالبلون مارشال لان في مرحله معينه غابت حتى من من من, من اوروبا المسيحيه الاحتفال هذا لكن الامريكان باش يرجعوا بالماركات نتاعهم التجاريه والبضاعه نتاعهم لانه حبوا يفرضوا التجاره نتاعهم وبكل الالوان هذيك وهما خذوا الالوان مش هما فرضوهم اكل الاحمر والابيض في برشا ماركات نتاع سجاير ولا مشروبات وكذا دونك في البلون مارشال اوروبا فقيره يلزمها تدين يلزمها الدول الفالسه دونك فرضوا عليهم الرجوع للاحتفال بالمناسبه هذه مهما كانت معناتها نساو اصلها يعني الديني والوثني والكذا هاي كوكتيل ديجا خذت الصبغه التجاريه اكثر من هذا مع ظهور التلفزه صحيح بشي عالم ديزني اللي كل عام الا هو موجود وفما دي فيلم يتسميو توا دي فيلم دو نويل يعني هنا احنا كبار نتفرجوا فيهم الفيلم دو نويل من احلى الافلام هو وانير وانير ويزاوت نويل فما واحد تخيل كاتب سينمائي اللي بابا نويل تعب وقال لك انا فديت وبرد ومرضت وعندي روماتيزم وكبرت في العمر وكي نمشي ندور على الصغار والكبار ما يقدرونيش ما يحترمونيش وحكايه فارغه قصيت وماما نويل تبكي ويا ولدي ولي عملته جاتوه كل واش يصلح وهالجوي اللي صنعناه الكل شنو نعملوا بهم فهمت وما قنعته وما خرج فيلم حلو برشا ثم فيلم اخر تنابز هو ومرته ما حبش تعمل له الجاتو ما حبش تعمل له البسكويت ماما نويل غاضبانه وتحب تمشي لدارهم رسات جوابات يكلم في اختها ويبعث في جوابات هذه سيناريو وحوار خلقوا منها خدموا سي سي بيورمون كوميرسيال وليد في السينما في التلفزه سافي بارتي زاد من الفانتازيا نتاعهم دونك في في القصص وفي كيف الافلام ولا لا شيء الابداع والايماجيناسيون نتاعهم منهم مره من اخر الافلام ماما نوال كلات حاجه خايبه ولات مونستر لا ذي على ويزم يجيوها جيش ويجيوها باش يحطموها ويكسروها باش يمنعوا بابا نوي خاطر حبت تقتلوا هي ولات اي مونستر غول ومسكين قزم ويجري ويحب يهرب فهمت بالحق عندهم واخر ما صدر قال لك يا سيدي قاعد يبيع في بضاعه ماهيش في النورم اي ويشق في الحدود خلصه مش ربي والله وقال لك باش نقدموا به قضيه
يا رسول الله. وحماية المعطيات الشخصية كما تخلي المرأة هذه وهي في الدار راقدة وقال لك مازلت ما لبستش حوايجها. وفما جماعة بجدهم قال لك باش نعملوا به قضية هذا بابا نويل. وتجاوز الحدود خلصة وماشي لديار الناس وحماية المعطيات الشخصية. حماية المعطيات الشخصية. يا أخي جاوبوهم الطب قالوا لهم اسمع احنا مسخفنا على خاطره ديجا قداش عنده من عام وهابط من البول نور. الراجل عنده الروماتيزم الجلده مرضت بداوا يعدوا له في الامراض دونك ما فيش من البرد الكل وسيسيريو دي رابور ميديكو الناس تخدم والله وكيما الاخرين يعملوا في دي رابور خيال شاسع وواسع ابداع في المجلات وفي شكل قصائد وفي شكل سي احنا باش يبيعوا باش يروجوا باش يروجوا وعركه بين المحامين والطب وحكايه ودنيا وكذا والله شقلاله هذا عرسوا وغضبوا كان جا في باله باش يصير هذا الكل راهو بطل راه ما عملش الخير هذا الكل على كل يعطيك الصحه مراد جبالي استاذ التاريخ كل مره هكا يحاول يجي يجيب لنا قصه يجيب لنا حاجه بيان سور من عبق التاريخ اللي فيها بالتواريخ انا اللي عجبني فيك مراد انك تعمل غوشيرش خيب ونمروا عليها التاريخ اش قال حتى الاسطوره ولا حاجه ولا المؤرخين ولا الناس اللي عملوا خاطر هي ستان سانكريتيزم نتاع هذا الكل في الاخر اكزاكتومون فيها الديني والفولكلوري والليجوند والوثني والمسيحي والكوميرسيال والخيالي معناها ستان اون ابل سان سانكريتيزم معناها في شيء صحيح في شيء غلط في شيء مش ركبوه تركيب مع بعض وشيء من عند الكتاب مش شعراء انسي بس يعطيك الصحة واعطانا هذا الكل يعطيك الصحة وانت عطيتنا المعلومات هذه الكل والقصة اللي فيها برشا طابع ديمور انا نقول ديما عنده الضمار والحبكة نتاع الغوشيرش مراد جبالي نوتخ استوريا ميرسي بوكو هذه فقرتنا كالعادة باش ينتظروها ان شاء الله في قدم الايام اللي هي اون استوريا انا توا لازمني نتعدى ديريكتومون بعد الشفا تحيي كملت رحيت مرحبا كل شيء صافي كملت كملت كل شيء الوغ هاني جيتك مرحبا يا صافي يا شيف اجاني منا شوف هالكوستي هذا اجاني منا كعيبك عيب هذا نجيك منا هذا تعرف شو عملت جست حطيته في الفيتو اي حطيت عليه مغرفتين زيت بتاعتهم باش تعدى من هوني اي باش نجي نخدم انا عاد حطيت عليه مغرفتين زيت بتاعتهم رشه هكا بانسي سال خاطر بعد باش نفوحوا مش مفور وغميته بالماء لا مش مفور اغزر له كعبه كعبه غميته بالماء وغطيته وخليته على نار هاديه اغزر له كعبه كعبه مفر برا مفر هذايا كوسكسي ورده المتوسط جست غمق قد بالماء راهو هذاك الدوزاج نتاعو معناها وقت اللي تحطه في المعون نتاعك تغطيه قد بالماء تخي بيان هو يغلي اذا كان طلع وشرب بالماء طفيله وخليه كي تخي بيان تخي بيان يقعد كعبه كعبه هذايا نتاع نتاع السلاطه اوكي الوغ نجيو للالوان نتاعنا نجيو للالوان اللي هما هذوما قلت لك دي بات تاع تن وغوتا تن نتاعي الموجه اللي بزيت زيتونه ومعاهم غوتا مريح ومعاهم بالطبيعة كعيبة عظم باش تعطي لاليزون مش عظم نيرة مش عظم نيرة نعطيهم معلومة على باك مريح اللي عاملينه بمناسبة النوفيلان دونك مريح حط على ذمتكم باك ياسر مزيان فيه فاريتي كبيرة متاع جبونات دونك الباك هذايا متوفر من نهار 20 ديسمبر حتىش لنهار 31 ديسمبر باك ب 50 دينار فقط تشوفوا فيه فاريتي كبيره فيه 250 غرام من الفرماج غابي ايبيسيا كان فوح وبنين كالعاده من عند مريح فيه كيف كيف زيد موزاريلا سوريز 160 غرام موزاريلا سوريز زيد كيف كيف فيه فرماج غروير الدوزاج 300 غرام وزيد كيف كيف فيه لو سيسيليا 500 غرام ومش هذايا برك انا مريح باقي الدلل فيكم وبالخير تعطيكم دونك تزيدكم 500 غرام من الغوطه اللي احنا عاملين بها اليوم المنيو نتاعنا والغوسيت نتاعنا دونك 500 غرام نتاع غوطه غراتويت وطبعا كي نقولوا مريح ما نجم نقولوا كان الجبن اللي 100% من الحليب الطبيعي هاك ولا شيء انا ناكد لكم اللي الجود الغوطه مريح من اعز ما تاكلوا في الليري غوطه الي فرماج حاجه متميزه للغايه انا ما نخدمش بحاجه مانيش مقتنعه بها وانت تعرفني ايه لا تراسابيليتي يا شيخ فوالا تراسابيليتي اللي كونترول ايه الخدمه نظيفه هذا كله راهو عنده معناها عنده قيمه كبيره عنده قيمه
هوني فرشت انا المول بتاعي هذا من عند صياغه، تشوف الخاصيه نتاع المول هذا من بعد بوغ دي مولي شنو يصير له. هوني خذيت اول حاجه اللي هي كولور ناتور، هذا جوست تون وغوتا وكعب عظم طايبه وريحتهم مع بعضهم واضح به. هذا كيف كيف غوتا وتون ومعاه حبق أخضر. ناي اخضر اي نجي الفرشه الثانيه، الفرشه الثانيه شوف فيه كيفاش غوتا ناشفه ناشفه بالضبط، شيء ضروحه مش كل مزقسقه ولا لو كان جات غوتا ماهيش باهيه ما تشدش هكا الخلطه ما تشدش، حطيت فيها جست كعب عظم راهو العظم نقول اوكا والزيت نتاع التون يخرج شي والا ولا هي تشرب فوالا والا الغوطه تسيب لي شويه ماء ميلا قعدوا كل واحد شد بقعد والا الحبق خاطر الحبق سيدو فيه برشا ماء اي افيك سا اغزر له كيفاش كونسيستونس نتاعو امبيكابل صحيح شد روحه شد روحه نفرشهم كل طاق وحده كيما الكل في النيره هما نحط كان العظم طيب العظم مصموت والباقي كله في الناي. الوغ هوني نجي نفرش بالقدا الطبقه الثانيه، انا شفتوا اللي انا المول بتاعي غلفته بالفيلم هذاك اليمونتير فهمت، خاطر يلزم بعد كي نحيه الديمولاج يكون ساهل ما يهلكليش الخلطه ويلزم خاطر تعرف نتاع ليفات هذوما حاجات يلزم يكون بالعين فوالا العين تاكل قبل بالزينو طاوله يلزم الطاوله تكون فريمون امبيكابل، نحاولوا نستويو الماكسيموم في الاكيليبر نتاع شفت ما تخلطش رغم اللي اي كل طاق وطاقها كل طاق وطاقها هذه باهي الكلمه كل طاق وطاقها نعرفهاش اما هاي جديده هذه باي مي الوغ دونك هذه دوزيام الفرشه الثانيه الفرشه الثانيه فوالا نجي دوزيام ايتاج انا كنت دوزيام ايتاج ما يسالش بلاش اسانسور دونك ما فماش ما نعديوش ثوازيام ايتاج نقعدوا باقي عندنا ثوازيام ايتاج احنا حتى باش نخدموا ثوازيام ايتاج ما نخدموش بالاسانسور على خاطر tant qu'il y a que trois étages l'ascenseur n'est pas obligatoire ok نعمل شويه سبور نجي ونحط هذيا اللي بالهريسه تون كعب عظم كالعاده وطماطم كونسونتري دوبل كونسونتري سيكا هريسه سيكا وطماط دوبل كونسونتري سيكا ونعمل الفرشه الثالثه نغطي هذوما الكل فيلم ترانسبارون كيما نلفها به ونحطهم يبردوا نص ساعة في الكونجيلاتور نص ساعة ماكسيموم ما كاش بعد تنجموش تغوصوها كان تيبس جوست بوغ لا فيجي باش تشد روحها ومن بعد اون فالا ديمولي مع بعضنا ونقصوها نوريكم كيفاش زينوا مع بعضنا باهي مالا انا خليك تطرح تخوازيام ايتاج يا شيف بلاش اسانسور نخرجوا فاصل قصير ونرجعوا لك بيان سور بعديك شوية وكيف كيف زاد بيان سور باش نطرحوا بقية مواضيعنا لليوم احنا نخرجوا فاصل قصير ونرجعوا لكم نقولوا جمال طبيعي طبعا ما نجم نقولوا كان بموج الطبيعي على راسه طبعا مدام منيا غزيل سيدة الاعمال وصاحبه شركه بموج الطبيعي صافا منيا الحمد لله لو سهلا فيك الحمد لله يا رب نوره يا لله منورين انتم بوجودكم مرحبا بالمشاهدين والمشاهدات والصفاقس انا غادي انا جينا جماعه صفاقس دونك المشاهدين ولي كليون دو بيموغ الطبيعي اللي في صفاقس دونك موجوده بيموغ في معرض صفاقس الدولي من 15 ديسمبر حتى 25 ديسمبر هكا نويل موجودين في معرض صفاقس الدولي في الهول نيميرو 1 نيميرو 1 وما لقينا يا صافي صدقني بلاصه خذينا 6 متر كاري كان بالموت الحمر دونك ان شاء الله ربي يجيب القسم ان شاء الله ان شاء الله فوالا دونك عندهم دي باك وعندهم دي بروموسيون وعندهم كادو كل واحد وقت يوفيو بيان سور كيوفا الكادوات على الاقارب دونك جريو الناس الكل من توا باش تتحصلوا على لي برودوي وباش تحصلوا طبعا على كادواتكم ما نساوش هما دي كونسي سور بلاس باش يوجهوكم باش ينصحوكم وطبعا باش يعرفوكم بمنتجات بيموغ الطبيعي الكل احنا كالعاده منيا لازمنا نذكروا بلي دو بوان زاد كيف كيف اللي موجوده فيهم بيموغ موجودين في المنزه 5 نهج الخلفاء الراشدين هي بيموغ الام طبعا وعندنا فرع اخر اللي هو في سوسه سهلول شارع ياسر عرفات اقامه ملكه بروميير
حيتاش تلقاو بيمونغ زاد كيف كيف ومعاه الكاهنه اونيفير بيوتي لكل بريستاسيون هكا تحبوا تعملوا مكياج سمي بيرمانون وغيره والحجامه والابر الصينيه ودوت العرق كل شيء توا وقت الحجامه هاو اي هو عنده وقت عنده وقت توا وقت الحجامه على الاخر دونك منيا زاد كيف كيف احنا ديما عندنا لي برودوي جدد وديما نواكبوا النوفوتي وديما نواكبوا العصر واخر تقنيات العنايه بالبشره ديما ما نجمو نكونوا كان مع بيموغ طبيعي دونك عندنا 3 برودوي فا اون اتوندون ان شاء الله 2023 باش ندخلوا بقوه عندنا برودوي صعيب كان يقلدوه هذا هذايا انا درت لهم للخضره تو درنا للخضره ديجا مشينا للخضره احنا كنا نحكيو على فلفل ونحكيو على سيروم من اكستري نتاع الفلفل دونك اللي هو عنده افيكاسيتي كبيره برشا على البشره منيا حاجه واللحيه سقطو اللحيه يعطينا الفراغات يعبيهم برشا رجال قاسي ولا الفراغات اللي عندنا في الشعر والا زاد كل جولف اللي لهنا وانا عندي منهم شويه لا وي تبارك الله عندي شويه دي جولف دونك بهيرهم يعمل ستيمولاسيون نتاع الشعره ونتاع البشره نتاع الشعره ويحل لك لي بوغ ويدخل فوالا باش تنبت الشعره وتلقى الاسباس باش تتفرح باش تتنعش باش تتنعش دونك ونلقاو كل بيبي هير بدا يطلع بشويه بشويه دونك ومعاه نجمو نعملوا كومبي مع الماسك اللي هو ماسك بور شوفو ماسك هايبر هيدراتون للشعر دونك الناس اللي عامله كولوراسيون مي شعرك تاغن متقصف وغيره سرنا المحبة. كي يسألوك على الأصل الطيب قل لهم أرض طيبة وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا ومن مزارعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة ونزيد نقف عليه في مصنعنا الضمان جودته العالية خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان أجبان مرياح سرها صنعة اليدين حرفة واتقان كل العاملين وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتو على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا وتن البدر حضرناه سلا سلا محضر بطريقة تقليدية مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالأوميغا 3 تن البدر صحة ونكهة وبنة عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر
كير، مؤسسة تونسية مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل، تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمخابز والمطابخ بأسوان معقولة وفي المتناول. سيروا تحط على ذمتكم فريق مختص باش يعاونكم ويتقاسم معاكم خبراته كيما قرات حساب لي بروفيسيونيل في كل ما يسهل عليكم الخدمه. زيدا سير وفرت لكم كل ما تستحقوه باش تسهل عليكم الخدمه في دياركم. باش تتعرفوا على جوده خدماتنا زوروا الشوروم متاعنا في المنزه واحد والا الحمامات. وإلا تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك سير أو عبر الهاتف 72 317 616. ظلت الأحباب والجارة عالخير تلمينا، غمزة وضحكة وتبارة على عزاز علينا. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا، سيكا مية العمارة وبسرها تزهينا. يلي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا. أنا عندي يا مدام الطماطم هي سيكام. نادى ربه نداء خفيا. من حسن إلى أحسن بالنسبة لبيرتا، عهد وفاة كانوا باب الجنة تحل قدامي. ذكرت هكا راجلي وصغاري وأهلي وأحبابي وأصدقائي وكلهم كانوا ما كديرين بي. بسم الله والله أكبر. نور المكان كامل نور. هو باب العرس صدقني معناتها شيء قشعر للدم. بدا نغزو وفعلا صحيح. يقول يا ربي إن شاء الله في العودة. خبرتنا في الميدان تخلينا نكونوا متميزين. برشا شوا وبرشا موديلات تستنى فيكم. الإبداع شعارنا والإتقان مهمتنا. وكيف مختصة على ذمتكم. وهديتنا ليكم اشري سنة وخلص العام الجاي. برقاوي غيدو بيطار.